دخلت الشتاء وحضرتك ادرى مني مليون مره بان في ناس طبعا. كتير بتبقى معتقده ان الشتاء بيستدعي اكل معين بكثافه معينه حقيقة. يعني كواليتي وكوانتيتي الاثنين، الكلام ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ وايه الاكلات المثاليه اللي ممكن نحس من خلالها بالدفى من غير ما نزيد في الوزن؟ طب تعالى اقول لك خبر حلو كده، يعني يا ريت الناس ايه تاخده كده مني وتتامل فيه. فضلت. هو الشتاء مفروض الناس تخس فيه على فكره. ليه الناس تخس؟ لانه احنا طبيعي الجسم بيرفع طاقته او بيرفع معدل الحرق بتاعه علشان يقدر يدي حراره علشان نحس بالدفى. تمام. يبقى اذا احنا لو ما عملناش الحاجات اللي احنا بنعملها في فصل الشتاء دي هنطلع من الشتاء خاسين. مظبوط. بس ايه اللي بيحصل في الشتاء؟ اللي بيحصل ان احنا قاعدين من غير حركه، اللي بيحصل ان الليل طويل فطبعا احنا قاعدين بناكل فتره اطول. طب. اللي بيحصل ان احنا فتره الصبح دي ممكن ما نفطرش، ممكن ما ناخدش وجبات سناكس مثلا او وجبات بينيه في النص، ونيجي على بالليل بقى نلتهم الدنيا بحجه ان احنا في الشتاء. طب ما انا ابدل الحاجات الغلط اللي انا بعملها بحاجات مظبوطه. نمره واحد، تعالى نفطر وجبه فيها نشويات ووجبه فيها بروتين ودهون صحيه، ده هيديني طاقه لفتره طويله. حلو. على بال ما اجي وجبه الغداء هبقى مكتفيه بكميه الغداء اللي فيها برضو بروتين ونشويات معقده وفيها دهون مظبوطه. طب هاجي بالليل بقى وانا قاعده كده قدام التلفزيون، انا بدل ما هاخد مثلا شوربه فيها دهون كتير واكل طبق مكرونه عالي الدهون اخد بقى حاجات دسمه جدا، لا انا ممكن اخد طبق شوربه عدس من الحاجات المعروفه جدا بالنسبه لنا اللي هتحسسنا ان احنا عندنا طاقه وان احنا هتدي حراره لجسمنا. شوربه الخضار نفس الكلام، هو انا لازم اضيف لها دهون؟ لا. طب والكاكاو والسحلب معانا برضو في الشتاء ولا ايه وضعه؟ اه معانا على فكره، مفيش مشكله معانا جدا. بس انا عايزه اقول حاجه، احنا اللي بنحط سعرات زياده. يعني كوبايه السحلب فيها 300 سعر، حلو، انا هضيف لها بقى مكسرات، هضيف لها فول سوداني، ده هيزود طبعا السعرات بتاعتها. طب ما تيجي اعمل السحلب ده بدل ما اعمل في الكوبايه دي مثلا معلقتين كبار احط معلقه واحده، بدل ما احط لبن كامل الدسم احط لبن خالي الدسم، او احط اللبن يعني كامل الدسم. ناكل ونشرب اللي احنا حابينه بس نعمل بس منوره يعني بالظبط، نعمل لبن خالي الدسم ونزود سوري كامل الدسم ونزود عليه شويه ميه. تمام. ممكن بدل ما احط مكسرات مش محمصه نيه وازيد من قيمته الغذائيه ويبقى وجبه عشاء كامله. هي المحمصه بتزود الوزن ولا لا؟ لا 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 مش قصدي كده، قصدي ان احنا بنضيف الاوميجا اللي احنا محتاجينها اوميجا 3 فبصوره جيده، فانا باخد وجبه متكامله. طيب بدل ما اضيف سكر كتير ما احط سكر دايت، او ان انا احلي بمعلقه عسل. الكاكاو، تعال اختار الكاكاو الخام. الكاكاو اللي هو فيه مضادات اكسده وفيه سيلينيوم وفيه ماجنيزيوم، يعني حلو، حلو جدا طبعا مفيد. يبقى انا ما عملتش حاجه، انا ما بوظتش الدايت، انا بالعكس انا اتدفيت وخدت حاجه بحبها زي الفل.